اخوانا يبقى في مثلا من الاخوات اخت تعرف الاخوات اللي موجوده مؤهله للزواج، وبعض الاخوه الموجودين في المسجد يعرف الاخوه اللي عايزين يتزوجوا. العمل ده احنا بطلناه ليه؟ ويبقى الـ 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 الاخوات معروفات عندنا، واللي ليه طلب يروح ويبقى في التقاء. لما جاء خباب ابن الارط رضي الله عنه وهو مولى عبد، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني خطبت، اظن ذكر اخته عثمان ولا غيره، فلم تخطبني، فما حدش رضي يتجوزني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سازوجك. وجوزه الفريعه قريبته، بنت عمه ولا بنت عمته، انا هجوزك انا، ليه ما تقومش انت بالدور ده؟ نقوم انا وانت والاخوات ويقوموا. عشان في الحقيقه انا من الاسبوع اللي فات وانا مكسوف لما قرات مثل هذا، وانا لازلت اكرر ده عمل ينم عن فضل الاخت الاختين، ده فضل عظيم. بس انا اللي محرج من ان احنا ازاي جهلنا. بيقول بعض السلف: دخل عليه اخوه فقال: اريد مالا، فاعطاه من المال، ثم دخل في حجرته يبكي، فقالت له امراته: ان كان يعوزك المال فلما اعطيته؟ لما انت بتعيط عشان الفلوس ما كنتش اديت له حاجه. قال: اسكتي ويحك، اني ابكي لاني جهلت حال اخي حتى احوجته ان يقول، حتى احوجته ان يقول، انه يجي لي حد عندي يقول لي اديني. هو ده المقض في المساله، ان احنا جهلنا حال اختنا لحد ما هي اللي تقول بلسانها. اما هو العمل في الحقيقه يذكر لها، واسال الله عز وجل ان يجزيها خيرا وان يرزقهما بزوجين صالحين. الاخ بيجي من البحيره ويدرس في القاهره، لك ان تقصر 4 ايام بس، واختلف العلماء في يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا قول الجمهور، تقصر في الايام دي بس وفقط. المرأة العاملة توفي عنها زوجها، دي بتحد 4 اشهر و10، تروح العمل او تروح العمل بس من غير، هقولي من غير زينة، ما هي من غير زينة كده ولا كده، لكن ان هي يعني لا تلبس ولا تلبس الثوب اللي شكله حلو اللي هو اللون الملفت، انما تلبس اللون. وكان عروة ابن الزبير رضي الله عنه اظن في مصنف ابن ابي شيبة قالت له امرأة: ما البس من خمار، قال: البسي خمارا اسودا. الخمار بس مش كله هيبقى اسود يعني، اصل الخمار بس، فهي دي من الالوان اللي ما تبقاش فيها نظر. وطبعا لا يفوتنا ان ننبه ان 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 عمل المراه ينبغي ان يكون لايه؟ لضرورتها، والا فالاصل انها تمكث في بيتها. اخ يريد ان يوسع على نفسه، اديله من الزكاه عشان يبني بيت؟ لا، اذا كان عنده بيت وهو معوز اديله من فلوسك هديه. برضو الحكايه دي افتقدت بيننا، واحد يطلع 10 15 الف ويقول لصاحبه خد هدية ليك، انما ما تدلوش من زكاة المال، لان الزكاة لها اصناف لم يتدخل رسول الله شخصيا فيها. ماشي؟ كيف لي ان اجد الزوجة الصالحة التي تقر بها عيني؟ لو لقيتها بقول لي. المقاييس اللي احنا بنحط بيها برضه ده من افاتنا في الزواج. الاخ عايز واحده تكون جميله جدا وسريه جدا ومعاها شهاده عاليه جدا واهلها من عليه القوم خالص، ولما اتجوزها ما تطعني على طول الخط ولو عصت في ذلك اهلها، ولو معاها فلوس وانا زنقت تديني. ده بقى انت بتدور على ايه ان شاء الله؟ الزواج الناجع الناجح أن يعلم الأخ أنه سيعين زوجة. أنا هتجوزها عارف أن أنا هكون سبب في إعانتها، هتعب معها عشان تقوم وتصوم وتصلي وتذكر، وهي كذلك لما تتزوج من أخ تعرف أن هي هتعينه، مش ده مستني أن أنا هتجوز عشان تعيني والتاني مستني أن هي يروحوا قاعدين هما الاثنين جنب بعض. لا. ومن الطرافة واحد بعت لشيخ زي برضه الإخوة كده، قال له عايز واحدة حلوة جدا وثرية جدا، فلما الشيخ قرأ الكلام ده عمله في بيت شعر كده بقوله على طول انا في جلسات النكاح يعني. بيقول: بعث امرؤ لابي عزيز، الشيخ اسمه ابو عزيز، بعث امرؤ لابي عزيزه مره برساله يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: اريد منك حليله، زوجه يعني، شقراء معروف لديكم اصلها، وعزيزه وقريبه ورصينه في عقلها، وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتهجر اهلها. فأجابه الشيخ: وافى كتابك سيدي فقرأته،
وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. لو لقيتها لكنت طلقت أم عزيزة. طبعا أنا بقول أم عزيزة عشان هتتسجل وهيسمعوا. بعض الدعاء لا يلبسون القلنسوة، فهل هي سنة أم لا؟ كان النبي يغطي رأسه، وكان السلف يغطون رؤوسهم، وده أمر كان متواتر. ولما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع قلنسوته وجعلها بين يديه، قال أهل العلم ذلك لوجوب السترة، هذا إن صح الأثر. ومع ذلك الشيخ الألباني بيذكره بضعف، بيذكر الأثر ده بضعف، لكن حتى إن صح يقول لوجوب السترة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج حاسرا إلا في النادر خالص. طيب بعض بقى علماءنا الكبار بيمشي دايما من غير طاقية، ليه؟ لأنه يريد أن يعلم الناس، أصلي هو انتشر عندهم، عنده هو انتشر عندهم أن الخطبة لا تصح والإمامة لا تصح بغير كلنسوة أو غطاء للرأس أو عمامة، فهو كمثال يحتذى، يريد أن يبين للناس إيه؟ إن لا تصح، بخطب هو ما فيش علي حاجة فوق راسي، وبصلي ما فيش حاجة فوق راسي. نعالج كثرة النوم والرياء، ده أمر بقى خلينا نشوفه وإحنا ماشيين في علاج النفس. إنما على كل حال السهر يجلب سهر والنوم يجلب نوم، يعني مش كل ما نفسك تقولك عايزين ننام، إحنا نقول عزيمة بقى، عايزين ننام تقول لا حاضر، لا عايزين ننام لا مش هقدر ننام النهاردة لحد ما خلص اللي عندي. بعض إخواننا ذهب لبعض مشايخنا بيقول قعدت عنده من الصبح من صلاة الظهر، ينزل الشيخ يصلي الظهر أقول له والله يا سيدنا كنت عايز منك خمس دقايق بس، يقول له طب معلش خليها العصر، ينزل العصر مش فاضي دلوقتي، لحد ما جه قال له يا شيخ أنا قاعد من الظهر ودلوقتي العشاء، قال له يا ابني أنا عايز أخش الحمام بقالي ثلاث أيام مش عارف من انشغاله، عايز أخش بقالي ثلاث أيام مش قادر. هو ده الخطام بقى، إنك رابط نفسك أهو، لما تحبها تشتغل دلوقتي لازم تشتغل دلوقتي، في موسم الحج هيروح ثلاث أيام، يجب عليه عند بعض أهل العلم يجب أن يبيت بمنى الأيام الثلاث بتوع الجمار، هتنام بقى على الأرض إزاي في الجبل؟ ما هي واخدة على السرير، يبقى تحتاج إلى عزيمة وتخطمها. الناس التانية يقول لك لا في رخصة، رخص للعباس ورخص للأعراب أطلع أجري أنام في بيتنا، لا ينبغي أن تخطمها، دي فائدة العزم بقى. والرياء كما قال ابن تيمية علاجه إياك نعبد، تذكر نفسك كده إياك أعبد، ما بعبدش حد تاني أنا، وتخفي عملك ما استطعت. قال الحسن كانوا ما قدر أحدهم على أن يخفي عملا فأظهره للناس قط. وقال بعضهم ذكر بعض السلف فقال ما رأيته يصلي السنة في المسجد قط، يصلي ويطلع البيت، يصلي في البيت، إنما في المسجد لا، الصلاة الجماعة كلنا مشتركين فيها لا فضل لأحد على غيره، إنما أنت لما تلاقيني صليت لأربع ركعات بعد الظهر مثلا وأربعة قبلهم، هذا قد يثير الإعجاب في نفسي وفي نفسك، فكانوا يتحاشون ذلك. يقول محمد بن أسلم الطوسي لو استطعت أن أخفي عملي على ملكي لفعلت، الملكين كنت عملت كده. محمد بن أسلم الطوسي كانوا يقدمون على أحمد بن حنبل في زمانه رحمه الله. هل نزول المزي يوجب الغسل أم الوضوء يجزئ؟ لا الوضوء يجزئ. قال علي رضي الله عنه في الصحيحين كنت رجلا مزاء فأمر